السلام عليكم، كي داير الحباب؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كي دايرين؟ ما صحيحه مزيان، اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير يا رب. قبل ما نبدا الفيديو كالعاده، دائما اختكم زينب كتقول لكم عاونوني بواحد البارتاج، بواحد لايك وابوني، راكم عارفين في امس الحاجه اختكم للدعم. كنتمنى من الاخوان يعاونوني ببارتاج، الله يجازيكم بخير، باش يوصل ديما الجديد وتعمل الفائده لكل شيء. الناس مساكن يلا داخلين، يلا داخلين للدومين مبتدئين، علاش لا ما توصلش واحد الفكره اللي غادي يستافدوا منها. وتبارك الله عليكم، اليوم جيت نعطيكم معلومه من ذهب. هذه المعلومه صراحه اللي غادي تعاونكم وغتستافدوا منها بزاف، حيت انا عارفه الناس المعاناه ديال العجيلات الصغار كيفاش كيعانيو معاهم. صراحه واعري واعري في التربيه ديالهم من الديبار، ملي كيتزاد حتى كيوصل ديك 3 شهور، يعني راه الانسان كيدوز من بزاف المصاعب وبزاف الكوارث، ولكن خاصو يعرف كيفاش يدارك. اختاريش باش غنبقى نهضر ليكم مره مره على هاد المواضيع ديال العجيلات الصغار، اللي هما صراحه هما كما قلت لكم فيهم بزاف ديال المشاكل. ولكن اليوم غنعطيكم واحد المعلومه اللي غتقولوا شكرا شكرا اختنا زينب. اول حاجه ملي كيتزاد عندكم العجل الصغير، كتعطوه اللبه ديالو، كدوز الامور بخير وعلى خير، كتجي كتحطه في البلاصه ديالو وكتمشي في حالك. كدوز واحد الوقيته كتجي الله يستر الله يستر كتلقاه مات، الله يستر. هذا هو المشكل اللي بزاف الناس ما كيردوش البال معاه. اليوم غنعطيكم على شنو السبب. كيكون الباب مزيان، كتكون الام مزيانه، العجل يتزاد في امان الله مزيان، ولكن كاينه واحد النقطه اللي خاصكم تحرصوا عليها، وهو العقا ديال هذاك العجل. واش داك العجل عقا ولا ما عقاش؟ هو هذا هو العقا، يعني ديك لابوز ديالو اللي كتنزل من بعد، يعني ملي كيشرب الحليب ديال الام ديالو ديال اللبه، خاصو ينزل هاد العقا. هاد العقا ضروري ينزل، الا ما نزلش كيبرد في العجل، وانه مسكين كيبقى فيه حتى يبقى يتعصر ولا هذا، صافي ما كي سوفريش معاه، صافي كيموت، الله يستر. بالنسبه لهاد العقا ديما حرصوا عليه واحد الساعه ولا ساعتين يشرب العجيل ديالكم اللبا، ديك 6 لتر حتى 8 لتر، وحتى في اللبا الطريقه تكون يعني معقلانه، ماشي انني نسمع 6 السوايع الاولى خاصني نعطيه 6 لتر ولا 7 غنعطيها ليه في الديبار، راه ما يمكنش. غنعطيه هاد الجهد اللي غادي يشرب اترو اترو وشويه واحد الساعتين، غنزيدو ثاني واحد جوج اترو. المهم نحرص على ديك 3 ايام الاولى كامله انه يبقى ياخذ الحليب ديال الام، ومن بعد راك كتشوف باغي تدخل الحليب ديال البودر راك غدخلو، ما بغيتيش راك غتخدم. المهم هذا موضوع اخر باش ما نقلبكمش. كما قلت لكم العقا راه مهم انكم تحرصوا عليه وتعرفوا كيفاش تتعاملوا معاه. دائما تجيو تشوفوا البلاصه ديالو تكون نقيه مفرشه مزيان، واش داك العجل دار العقا ديالو ولا ما دارش، حيت الا ما داروش بعض المرات ما كيقدرش يوقف مسكين، كيبقى وكتبقى انت تقول ويلي هاد العجل ماله، ياك ما طونسيو طايح ليه، ياك ما عندو شي مشكل اخر، ياك كتبدا تقدر انك تعيط للطبيب، بزاف الاحتمالات. وانت راه المشكل ساهل، انك غدير شويه الزيت، غدير واحد الليكا وغتجي المخرج ديالو وغتبدا تماصي ليه غير بشويه بشويه، غيبدا داك العقا كيخرج، ولكن كيخرج بحال الحب ديال الحمص، يعني كيكون قاسح. وهو مسكين ملي كيتنفس راه غادي ينوض وغيولي نورمال، وغادي يشرب اللبه ديالو ويشرب الحليبه وغادي يكون مزيان. عقا راه هذاك الشيء اللي بغيتي، ما كانش ما بانش لك العقا ضروري تدخل يا اخي الكسر باش تستافد، وباش هذاك العجيل يكون بخير وعلى خير. حنا كنعرفوا صراحه الانسان كيتسنى البقره 9 شهور باش تولد ليه، وكيتسنى هذاك العجيل فارغ من الصبر، وفي الاخير ما كيلقاش، يعني ما كيلقاش بحال هاد النصائح ولا هذا، وكيستقضي عليه العجل. وحنا هنا راه الاشاره. كنتمنى المعلومه تعجبكم يا اخواني الكسابه، وتاخذوها بعين الاعتبار. ولو بغيتوني نبقى نهضر لكم على الجيلات الصغار، حطوا لي الاسئله ديالكم وانا غنبقى نجاوبكم. الناس المبتدئين، الناس اللي باغيين مساكين يعرفوا وباغيين يعرفوا بزاف الحوايج، الناس اللي باغيين يخدموا حتى على الحليب البودر، اللي بغى شي سؤال على العجيلات الصغار وعنده مشاكل في العجيلات الصغار، مرحبا والف الف مرحبا. وواحد النقطه اخرى، الديكورناج الكرون ديال العجيلات الصغار
حاولوا انكم تحيدوهم في السيمانات الاولين 7 ايام حتى 15 يوم، ما تفوتوش هاد الحد، راه غادي تنفعوا بهم في الاخير. سواء عجل سواء عجله، دابا هاد العراس الروميه اللي كاينه دابا، من الاحسن حتى العجول يتحيد ليهم، تيبقى مزيان. حتى العجل واخا كيدخلوا السمونيه كتبغي يبقى عندك تسمنه، يعني كتبقى الفاتشه ديالو مزيانه، وحتى دوك القرون ما كياثروش عليه بزاف، وتتكون الحاله الصحيه ديالو مزيانه. كانت عجله راه ضروري خصهم يحيدوا لها القرون باش تبقى ديك العجله مزيانه، وتبقى الصحه ديالها كطلع مزيان، وما تاذيش الخواتات ديالها. والعمليه راه ساهله، حتى بنشاركها معكم حتى هي. واللي محتاج اي معلومه على العجيلات الصغار وعلى تربيه الابقار وكيفاش يبداو الديماراج ديال الخدمه، مرحبا والف مرحبا. وما تنساوش اختكم زينب بواحد البارتاج واللايك وابوني، تشجيع ليا، وتبارك الله عليكم.